النهارده المينا بتاع السخنه بقى، انا قلت لك عشان كده اجيبه ده. المينا ده كان يعني كان ده التخطيط بتاعه مش كده؟ تمام فندم. ده التخطيط اللي هو اتعمل من 20 سنه 25 سنه بالظبط يا فندم مش كده؟ اي فندم. طيب الجزء اللي تحقق منه خلال ال 20 25 سنه هو الحوض الاول صح كده؟ مش كده يا كابتن؟ وحته من الثالث يعني دكتور مش كده؟ تمام. طيب وبعد كده الباقي بقى، طب التنميه اللي احنا بننشدها، طب التشغيل اللي احنا عايزين نعمله، طب احنا عايزين ندي فرص للمستثمرين والمشغلين الدوليين ان هم يجوا عندنا، بأثر له المشوار لما اعمل انا ولا بطوله عليه؟ بأثره. ثم حاجتي معايا اللي هيديني عرض كويس يتفضل، لكن انا لما اعمل 3-4 مراحل اديهم لحد يعملهم صعب، مش هقول مستحيل انك تجد اللي انت عايزه، صعب، لكن حسب بقى قدره كل واحد. لكن الدوله قصه ثانيه. تمام. الدوله ايه يا كامل؟ قصه ثانيه طبعا. قصه ثانيه، وبالتالي الكلام ده بينطبق على كتير من اشغال ده. طب ممكن حد يقول لي طب ما انت التكلفه الماليه واحنا كده قلقانين شويه برضو على يعني الاعباء اللي الدوله بتتحملها، واذا كان في ديون ولا كلام من هذا القبيل، مش كده؟ مش كده؟ قول لي اه. ايوه يا فندم. اه. طيب يا جماعه كان اتخذ قرار في 2005 مش كده؟ ان احنا نحافظ على ان الدين العام ما ايه؟ ما يزيدش. ما يزيدش، مش كده؟ تمام. دكتور معايا تاني. دكتوره هاله مش كده؟ مش كده؟ طب النتائج كانت ايه؟ النتائج في ظل نمو سكاني وحجم طلب على العمل والتشغيل والدوله تاخد مكانها في منطقتها، حقق الهدف منه ولا لا؟ عشان كده بقول اعمل انا المينا، اعمل حاجتي، ولا اطرحها لحد تاني. لو الكلام ده بينطبق على خط مثلا القطار السريع، ما احنا ممكن المستثمرين يعملوه، مش هتعرض علينا الكلام ده؟ اي فندم. مش كده؟ لكن فوجئنا ان الارقام اللي هتتعمل بيها الموضوعات ديت ارقام يعني كبيره قوي. كبيره جدا. مش كده؟ لكن لما جينا نعمل احنا حاجتنا بنخش في نقاش وبندقق كل شيء ونحقق اعلى مواصفات. ارجع تاني، انا بتكلم على مسار للدوله ماشيه بيه، مسار بناء دوله حقيقيه. وارجو ان انتم يعني كمصريين، قد لا يشغل كل الناس مينا زي دي او طريق بيتعمل الا اذا كان بيستخدمه، لكن احنا بما ان احنا قلنا ان احنا مع بعض الشعب المصري مع الحكومه مسؤولين عن بلدهم، لازم نعرف الكلام ده ونفهمه كويس. المينا بتاع السخنه لو احنا استمرينا على يعني ان احنا ندور على مطورين، وممكن اول نتكلم 2030 مش كده؟ تمام فن. ولا ايه يا كامل؟ تمام فن. لا صحيح. تمام فن. طب احنا بنتكلم، انا لو النهارده يقدر حد يخلصه لي في سنه اقول له ايه؟ اهلا وسهلا، يديك الفلوس وتشتغل ويبقى موجود. اللي عايز ايه؟ اللي عايز يشتغل يجي يشتغل. اتفضل يشتغل، يشغله. تمام. طب العوائد بتاعته مختلفة كتير عن اكيد. فالدولة لها مسار مختلف عما كان، الهدف منها ان هي تمتلك قدرة حقيقية ومقومات اقتصاد حقيقية، والنهاردة تستفيد من موقعها. واحنا الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا واحنا بنعمل مجموعة الموانئ على البحر الاحمر، مجموعة الموانئ على البحر المتوسط، ثم شبكة طرق، لان الكلام يعني لو كمل كلامه يعني بالتفصيل اكتر هنا هيتكلم على الطريق اللي بيعمله غرب المينا مش كده؟ محور التعمير. ايوه. يعني كم حاره من دلوقتي احنا شغالين فيه، لما قلنا ناخد الردم ونحطه في الطريق ده، لا عشان يبقى الموضوع ايه؟ ده وده وده خلص. ما اقولش يعمل للمستثمر وبعدين اقول له احنا بقى نعمل لك طريق والدوله ما تقدرش ايه تنفذه. لا 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 لا، احنا دلوقتي كل اللي بنقول عليه بننفذه ايه؟ بايدينا وزياده. تمام. وزياده كده. فارجو بس ان انا النقطه دي انا حبيت اتوقف قدامها معاكم كلكم والناس اللي بتسمعني من المصريين. مين اذا كده بنتكلم في 25 30 مليار على الاقل يا فندم مش كده؟ تمام يا فندم. ده عشان نعمله كده. تمام. طب تعالى بقى نخش في يعني، وبعدين اللي شغال في مين؟ الشركات المصرية كلها واستشاري مصري والتكريك بيه اللي بيعمله مصريين. يعني عايز اقول كل الفلوس دي بتطلع من الجيب ده تخش في جيب المصريين في ايه؟ في حته تانية، ثم تديني
كيان على البحر المتوسط آسف على البحر الأحمر بالمستوى ده، اللي أنا في تقديري ممكن يكون اتأخرنا كتير قوي عقبال ما نوصله.